ونبدأ نشرتنا مع فريق الإسماعيلي اللي خسر أمام زد في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري. بالنتيجة دي بيحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وبيحتل فريق زد اف سي المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 27 نقطة. مصطفى ميسي لاعب زاد حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي اللي جمعتهم امبارح بالدوري. كمان فريق مودرن فيوتشر حقق الفوز على فريق فاركو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وده ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، وتوقف رصيد فريق فاركو للنقطة الـ12 واحتل المركز الـ16. وفريق سيراميكا اتعادل مع فريق الاتحاد السكندري في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر، وده ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 28 نقطة، وارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة الـ24 في المركز السابع. منتخب مصر للناشئين اتعادل مع المنتخب التونسي في أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين، وبيواجه المنتخب الوطني النظير الليبي في الجولة الثانية بكرة يوم السبت. الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك أعلن أو بدأ تجهيز أحمد فتوح لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام اللي جاية في ظل التأهيل من الإصابة اللي تعرض لها مؤخراً. فريق أستون فيلا الإنجليزي تأهل لنصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فريق ليل الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وده بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتفوق ليل بهدفين مقابل هدف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. كمان وصل فريق روما الإيطالي لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد ما قرر فوزه على نظيره فريق ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب الأولمبيكو في إياب دور ربع نهائي البطولة. فريق باير ليفركوزن الألماني حجز مقعده في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد تعادله مع مضيفه فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد لندن الأولمبي في إياب ربع نهائي اليوروبا ليج. وفي مباراة الذهاب كمان حقق باير ليفركوزن الألماني الفوز على ويست هام يونايتد الإنجليزي بالثنائية نظيفة. ودع فريق ليفربول الإنجليزي منافسات بطولة الدوري الأوروبي رغم فوزه بنتيجة 1-0 أمام أتلانتا الإيطالي في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح، وده ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لموسم 2023-2024، وتأهل فريق أتلانتا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، واستغل فارق الأهداف في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.